إجباري. انت بتقول ان قانون شرع العقار اتلغى. مش اتلغى، وقف العمل بيه. وقف العمل بيه لحين ايه بقى؟ لحين صدوره مره اخرى، يعني بعد تعديلاته. طب ايه اللي خلى فيه تعديلات؟ لان هو لما جه تطبيق على ارض الواقع لقى فيه شده شويه على المواطن. تمام. يعني المواطن العادي مش هيقدر يتوائم مع هذا القانون. هيبقى فيه تكلفه عاليه عليه. فلازم القانون ده يعاد مره اخرى ويعاد تعديله عشان خاطر يتوائم مع الواقع. بالنسبه للقانون الجديد اللي باشمهندس حسام بيتكلم عليه، القانون ده ممتاز بس بالنسبه للمدن الجديده، المناطق الواسعه، لكن المناطق الضيقه كلها هتحصل فيها مشاكل كتيره قوي. لان معظم المباني الموجوده في عمارات كبيره، ممكن حته الارض اللي جنبها تبقى 70 80 متر 100 متر لا يجوز البناء عليها عشان الواجهه. هتخش في مشاكل جامده جدا، لان هيبني ازاي جنب برج بارتفاع عالي زي ده؟ بيأثر على الارض طبعا وعلى طبيعه الارض، بيؤدي لهبوط ارضي ويؤدي لحاجات مهمه جدا في القانون بتؤدي ان المنطقه دي خلاص. طب وهل ده ما تمش مناقشته في القانون؟ لا، هو مش واضح ان هو كده جامع وشامل لكل شيء. لسه في بعض الثغرات، وممكن القانون يعدل تاني، لان مش هم قالوا مش ان هو القانون تجريبي. ما هو تجريبي، ما هو معنى تجريبي ان هو لسه هيعدلوه. احنا بنقول لكل بلد حضرتك ظروفها، كل بلد لها ظروف بتتفق مع الواقع اللي موجود فيها، ظروف اجتماعيه، ظروف اقتصاديه. يعني احنا حتى بنقول بالنسبه للمصريين دلوقتي في ظروف اقتصاديه مثلا صعبه نتيجه عمليه اصلاح اقتصادي او بتاع، فالناس مش هتقدر عمليه الشهر العقاري دي تمشي فيها بالقدر الموجود حاليا، مش هتقدر على الرسوم العاليه الموجوده في القانون الجديد، لازم الرسوم دي تراجع مره اخرى.